تجنيد مقاتلين من قبل الجيش السوري الحر في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، معلومات جديدة تضف النقاب عنها أو تكشف النقاب عنها ونفتها عمان. تقرير القبو. مع استمرار نفي السلطات الأردنية أي عمليات تدريب وتسليح على أراضيها، ذكرت بعض المعلومات أن فصائل المعارضة السورية تجند مقاتلين في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. المعلومات كشفت عن قيام أفراد من الجيش السوري الحر بدعوة اللاجئين إلى التدريب، وهي عملية دعمها رجل دين بتوزيع أوراق على سكان المخيم ليسجلوا أنفسهم في صفوف المقاتلين التي وثقها أحدهم. بالاردن ما تدربت، يعني انا بالنسبه لي ما تدربتش، اما بعرف انه في ناس بتيجي لهون بتطلع على الاردن في معسكرات تدريب هون بيتدربوا وبيرجعوا على سوريا. على معارضون كشفوا انهم تمكنوا من تجنيد العشرات من سكان الزعتري في الاشهر الاخيره، بحيث اشار احدهم الى انه درب 125 من المجندين من الزعتري في معسكر داخل سوريا. انا بالكتيبه عنصر مقاتل من المقاتلين الموجودين بالكتيبة، بالإضافة لأني بخرج دورات. أنا مدرب على السلاح المضاد الطيران بكافة أنواعه تقريبا. يعني ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أكد أنه إذا رصد مسؤولون عمليات تجنيد في المخيم سيبلغون الحكومة الأردنية. اعترافات لم ترصدها على ما يبدو حتى الآن الحكومة الأردنية، حيث أنها ما زالت تنفي نفيا قاطعا إمكانية تسليح أو تدريب المعارضة السورية على أراضيها، وتصر على الاعتراف بالتعامل معها ضمن إطار رؤيتها للحل السياسي